أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح في الوعيد أن من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح في الوعيد أن من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة؟ والله ما أدري، ما أستحضر هذا، لكن في الحديث أن مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن، فالذي يعبد الوثن ويألف هذا ويشرب به في قلبه ولا ويحبه مثل شارب الخمر، لا يستطيع فراق الخمر. الوثني لا يستطيع فراق الوثن لأنه أخذ قلبه. وأشربوا في قلوبهم العجل، بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم حب العجل الذي يعبدونه والعياذ بالله، فلولا أن الكفار يحبون الأصنام لما عبدوها. فهذا من العقوبات، هذا من العقوبات، من ترك محبة الله جل وعلا الذي خلقه ورزقه وأمره بعبادته يبتلى بمحبة الأصنام ومحبة الخبائث والخبيثين، نسأل الله العافية. هذا من التحول. نعم.